رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أتلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بتصريح تالي أكد فيه أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس أكد في اطلاع في مستهل الجلسة على زيارة الأخوية التي سيقوم بها سموه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وبالمباحثات التي سيجريها سموه مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. وفي هذا الصدد فقد أشاد مجلس الوزراء بالعلاقات الأخوية التاريخية المتجدرة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وبخصوصيتها وبعدها الاستراتيجي وبحرص البلدين الشقيقين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات. بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنجاح التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد الذي شهد حفل ختامه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى منوها سموه بأهمية توقيت هذا التمرين الخليجي وبعمق رسالته ومدلولاتها الاستراتيجية بما يؤسسه هذا التمرين لمرحلة جديدة من التعاون الأمني المشترك أساسها أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. وأثنى سموه على جهود معالي وزير الداخلية قائد هذا التمرين. بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إخضاع سوق المنامة المركزي إلى عملية تطوير شامل تستهدف مرافقه ومستوى الخدمات التي يقدمها للارتقاء بها بالشكل الذي يخدم التجار ومرتادو السوق. وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك. ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بسرعة تسليم عقود الانتفاع للمستفيدين من القسائم السكنية من أهل الدير وسماهيج حاثا سموه الوزارة المذكورة على ضرورة العمل على تطوير آليات تقلص بشكل فعال أو تقلص بشكل فعال المدة الزمنية بين التخصيص وتسليم عقود الانتفاع والاستفادة الفعلية من الخدمات الإسكانية. إلى ذلك فقد أكد مجلس الوزراء على أهمية المعارض والمؤتمرات المتخصصة التي تدعم وتعزز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الصناعات عموما والنفط خصوصا منوها بأهمية انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي العاشر الكيمياء في الصناعة الذي تستضيفه مملكة البحرين حاليا. بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي. أولا وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون الضمان الصحي إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة والذي يجيء ضمن المبادرات الوطنية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة. وينظم مشروع القانون أعلى إنشاء صندوق الضمان الصحي ومهامه وميزانيته وإدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي، كما يحدد مشروع القانون الضمان الصحي الإلزامي والاختياري والتزامات مقدمي الخدمات الصحية إلى جانب التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية في ظل هذا النظام. ثانيا في ضوء توصية المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد وافق مجلس الوزراء على تقارير مراجعة ومتابعة الأداء ل 26 مدرسة حكومية و 12 مدرسة خاصة وأربع مؤسسات تدريب مهني وأربعة برامج أكاديمية لمؤسسات التعليم العالي، كما وافق على قرارات إدراج لمؤسستين أحدهما تعليمية والأخرى تدريبية، بالإضافة إلى قرارات تسكين لأحد عشر مؤهل تعليمي عالي أعدتها هيئة جودة التعليم والتدريب. ثالثا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، ووفق هذه اللائحة التنفيذية يسمح للشركات المتخصصة التي يرخص لها الوزير المعني بفحص اللؤلؤ أو الأحجار ذات القيمة ومشغولاتها بما في ذلك الألماس طبقا للاشتراطات والإجراءات والضوابط بعد أن كان ذلك يقتصر فقط على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. فيما وافق المجلس على مشروع قرار يحدد الاشتراطات والإجراءات والضوابط الواجب توافرها في الشركات المرخص لها بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
رابعا، وافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروعي قانون إلى السلطة التشريعية الأول بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 والبروتوكول المعدل لها، والثاني مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001. خامسا، استعرض مجلس الوزراء النتائج الإيجابية والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء والماء في قطاع الإنتاج والنقل والتوزيع في صيف عام 2016، وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير شؤون الكهرباء والماء. سادسا، بحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات برغبة ووافق عليها، ومنها الاقتراح بشأن تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة في كل من البلديات والمجالس البلدية، والذي تحقق من خلال توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في شهر أكتوبر الماضي بتثبيت 23 موظفا مؤقتا في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتمديد فترة تدريب 66 مواطنا 3 أشهر أخرى ضمن برنامج تدريب صندوق العمل تمكين أو لحين عرض وظائف مناسبة عليهم في القطاعين العام والخاص. تحقق الهدف من الاقتراح برغبة بفتح مكاتب تمثيل دبلوماسي في الدول التي لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي لمملكة البحرين.